ما حد هني ولا شيء نحتاجه. يا معلم يا فرخ. فرخ يا معلم. ايش هو تاع العشاء؟ ايجي ايجي باهي ايجي ايجي خرط كاسبينا. ايش جاني منك؟ كل 10 مرة تعيط لي شو خردوا هالمنطق وفرخ. شوي؟ باهي شوي ما باش يدخل من هناك عند حابس هكاك. شو تحب انت تو بالضبط؟ يعني نحب على الموت باص. انا موت باص. انا نعرف الموت باص. يعني ما شكون يعرفها تو يا رسول الله كان انت مستخدم هناك شكون يعرف؟ جدين جبت الموت باص بتاع شكون؟ بتاع عينيه. اي انا نعرفها ونعرفها ما نعرفهاش انت. كيفاش ما تعرفيها؟ خمر ماشي انت بتاع الاورديناتيرات هنا مالكش تعرفت. من الفايدة كان تاخذ في الفلوس. يا عجبكش يا صباح ورباح انت ايش تحب تو بالضبط ايش تحب؟ نحب نعمل واحد فيسبوك. قال لي لوت هابط لوت هابط لوت تو العاشر مرة تعيط لي تحب تحل الكونت. كونت عندي كونت في البوست والله ما في حتى فرنك. وكان تحب زاد هاي يمشي معي وشوف مازالوا ما صبوش لانتريد خليهم قداش في الشهر. يا دي كونت فيسبوك يا حاج انت باش تحل تو كونت فيسبوك وشنو؟ صار حتى الكونت فيسبوك يمشي بالكونت. اي تحب تحل في الفيسبوك؟ اسمع شنو هي نحب نعمل فيسبوك. اي باش ندخل نتفرج ونشوف. علاش باش تتفرج؟ يا ادش عليك فمي علاش مش تتفرج؟ يعجبك تو الحديد. بعد تحب تحل الكونت فيسبوك؟ اي نحب حل الكونت فيسبوك. اسمعني شو تقول لي زاد راه ب 20 دينار؟ والله ما تكسب حتى فرنك ولا شو تعمل لك المزغبلات هذيك الشهريه تولي تصب هني. باش لي مش جيبها راه تصب الشهري. على الفيسبوك. يا ودي انت والنار مبروك ما تحني بيكم شنو تصب على الشهريه تصب؟ فهمت مش قلت لي كونت؟ انت تو مش تحب تعمل فيسبوك؟ اي نحب نعمل فيسبوك. باهي هات اعطيني تاريخ الولاده بتاعك. تاريخ الولاده عام التبروري عام الغبير هذاك في المطر فيضانات وقت هبطت الولاد على السكه مو غادي. خلي عام التبروري خلي مش لازم. باهي نحط لي تصويره بها على الاقل. تاني عريض باش تعشين احنا ما تعشيناش المرقه بالراس. انت وحدك ليك المرقه بالراس. اي انت وحدك ضربت جوز واثنين وكرا نيك لك كرا واحد بس نيك لك الراس هكا سرقت بالزبطه مش صحيه. اسمعيني نقول له ما تعديهاش علي ما تعديهاش علي العلوش تهز تهز. انا نقول كي نعم واش كل شيء هز تو عندك حد مخك من الحبيك. اسمعي مانيش دفه مانيش دفه فايق كل شيء فايق كل شيء. باش فايق تقولي نورني ترى العلوش هزيتيه لداركم وما تقولي حتى كلمة مسكين هزيتيه لداركم. سايب عليك من اللغة دي دارنا قاعدين لك انت نكتب عليك العلوش بتاعك ما نكتب علوش. هاو العلوش هاو نكتفي بتاعك الراس بتاعك قدك يوفى في جمعة ولا جمعتين بدر هو كان عاتي ربي كانت داركم مسكين يا حصر عليه. هو كان عاتي ربي ربي تصدق منه انت راك تخرج من الليل مصدق منها هني قلت العلوش وانا العلوش وانا باش نتصدق منها ما وانا العلوش قاعد انا باش نتصدق منها كل يوم تعمل في الحم العلوش هذا يا زهري ما كليناش الحم يا زهر والله تو مديت شاهي ريحته راهو قول اللطف ودي قول اللطف حرام حرام عليك راهو حرام عليك حرام عليك خلينا نكذب عليك نير منين نكذب عليك انا من العام اللي هزيتكم يا زهر هم من العام للعام ناخذون الحم يا زهر هو كيلو ب 22 يا زهر الحم راني مستحش الحم يا زاو راني مش فاهم الحم يا زاو استنى للعيد الجاي تو ناخذوا مره اخرى وتحكي الحم العيد الجاي هكا الحم يهزوه لنا قدام عينينا باش تعاودها مع شي تو تدنيش في وجهي سيدي عجبني ليه مش تنجب وجهي على الحم اللي دم بيني على العلوش تهز من قدام عيني يا زاو العلوش ما ذمش يا زهو الحم يا زهو ب 22 يا زهو راني مستحش الحم يا زهو راني لكلانه اصبار لكلانه الراس لكلانه حتى شي يا زهو احليلي على العلوش احليلي على العلوش دفي تحبيسه لا شبعنا بيه ولا شمعنا ريحته احليلي على العلوش احليلي على الحم احليلي احليلي يا زهو لا شوينا الكبده ولا شمعنا ريحه الكبده حرام عليك ما كشبعت مش شوي اسمع قول هاو مزال المخ ولا يا مزال عندي مخ المخ راهو طار يا زهو احليلي يا احليلي على الحم اسمعني المخ مزالش تحب طيب لك بيه المخ؟ هي طيبي عجه يا زهو طيبوا عجه بالمخ هكا هو طيبين عجه احليلي على الحم.
وراسها لمه باني ريتك شو الدلع شور هذيك دبرتهم الحومه اللي بالدجاجات انا نمشو اخي مش نكذب عليك في الدليع رسول لي دليع هك شور بتاع دليع انت ايش في مملكه ثلاثه دجاجات باش مش نعيشهم شور بتاع دليع طيب هي الدجاج ياكل في الدليع احنا ما وصلناش للبشر باش ياكلوا هذيك شور شور لا لا يا مدام انا باني ريتك شور الدليع ما غير تحشي في الكذب والله يا سار والله العظيم لا صار شو قال للدجاج الدلاع هذا كشور الدلاع على الدجاج ورا سميمتي ورا سميمتي عليك بطاقة الله علي بالله لا ولا لي لا ولا لي للدجاجات والدجاجات ولا الدجاجات اقسم بالله ورا كشور بتاع الدلاع على الدجاجات والله تعال خلينا نمشيو على رواحنا تيطا ونعطيوها المنحة و ايش الله ما كان عارف ثبت تو كاك انا فلوس الدوله واش عطيت فلوس الدوله فلوس الدوله خلي تاجع تو كان عطيتك البراد ولا الطاسه دي يقول راني وليت باهي ومعايا تفاوض وما عندي حتى تدير معايا يا ودي خاف ربي انت راك لحماق عجب والله والله لا تعصب نقول لك ما قال لك حد في وجهك سامحني ياتر ياتر والله ياتر ياتر اي تو نسيب فلوس الدوله اموال الدوله احنا نسيبها سيبوها احنا 60 دينار وكذا منها خلي عندك الكازي خلي عندك باهي خلي عندك نيمك العام ما خلصت منها يدي الدوله يا زميل تو كيفاش تفضل من اللعب انت تو مازال انت مازلت مقتنعه زي من عائله المعوزه عندك اسئله اخرى استناني خنثبتوا هذا اخر سؤال ونشوفوا معاه هنثبت نعطيوه فرصه خلينا انا مش مقتنع بصراحه لا خلينا نفهم منه حاجه مهمه ساعه ذي يعيشك يا زميل هذه حاجه مهمه خلينا نرفقوها للملف يعني نحب نفهم سامحني يا حاج قل لي عندكش امراض مزمنه اختي باش تكون معاك صريح راني على روحي ما نكذبش ايه؟ مزمنه ما عنديش الحق هاي الحمد لله باهي استعرفت على لا لا ما نكذبش ما عندوش ما عندي امراض اخرى باش تكون معاك واضح نكون صريحني حتى على روحي نقول الحق لي امراض شنو كيفاش نو كيفاش نو ما عندي المراه هججتها والصغار هذا كيف كيف عندي مكتوف ولد عمي ما يعيش في ايطاليا تتركينا تو على المكتوب ايه ما تقولش يا حاج ما تقولش كمل لك الحكايه مزمنه ولا مكتوب شنو فاهمك شبيه المكتوب موقف في فرنسا غادي من فرنسا كي هربوا ما غادي يمشي لايطاليا طلع الاوراق في ايطاليا مو غادي قعد غادي في ايطاليا ايامات جات شي كورونا جرت طلع شبيه هبطوا هنا في تونس وقتاش هبط كيما عاد تو ثلاث ايام كي شافوه يلقوا عنده كورونا ودرق هو وجانا لهنا قعد بحذاي بات هنا بات بحذاي شرب من الكاس هذا شربت من هذا الكاس هذاك شرب منه هو شرب عمل معاه كاستين وبعتي له حكي لي الحكايه اش نعمل يا خوك هاك الساعة؟ قال لي اللي هو عنده الكورونا شبيك ما تخافش ما تخاف هادي ما تخافش من الكورونا شبيك ما تخافش ها؟ ما تقولش هادي ما الكورونا ما لا ما تخافش هادي شبيك من زارك شبيك ما هادي شبيك يا معلم يا اخوي كان فيك راني انت ماك مش تشري ايه ما بشوفه يا معلم يا معلم يا شنو ترى الحكايه هذ يا بتاع النهجه بس ما تراكب عليها يا دي انا شوف مرشته مرشته العلوش مرشته خي ما قطوس في شكاره باش ناخذو وسع بالك عاد رانا شرايه رانا وسع بالك خلنا ناخذو يعني موسع بالي انت تو شفت له سنين سنيه شفت له وذنيه هزيت رجليه قلبته ولا تراكب فوق الهرم شوم هي ما نشوفه توا كاكا ما لا زاد سامح شوف اخوي شوف حول ولا قوة الا بالله ترى اجي دور معايا اضرب ابو قص اقلب ترى يا ودي يا ودي سايب الناجح يا حبيبتي سايب الناجح هارب شوم عليك اليوم اه صار انا ايش فيك يا معلم صار ناجح يعجبكش توا الشري هذا اللي بيعلم ما ثبتوا انت ولا ذكر نسخب علوش ناجح هو ناجح هي وكتبين لي ناجح وغش راه وكتبين لي ناجح على اساس علوش ما ثبت عجب تو حتى مخك ليه مش مبيع الناجح على اساس علوش تو هذا اخر طلع لا انت مش تشري انت مش تمرجني والله مش تمرجني لا انت مازلت تفرز بين الناجح والعلوش تا نعاج ولا تعلالش وعلالش ولا تنعاج تو انت شمك تحب تشري خليني مركز عاد خليني مركز تو نقول والله مرجتني الزحف هذا مش كاين وذنيه كسيره شويه هل من هني هذا؟ طيب هذيك حد نيتك ولا تفدلك معاي؟ بالك ني عندي لبيب باش نبيعهولك هني يعجبك لحدي طيب ما نعلوش الكل عجبتك كان وذنيها خوانا نحب الوذن نهار العيد نابطول على الوذنين تاع العلوش هو اخت والله نمشمش الوذن من خويا ما نسيبهاش
موت كان على الوذنين. لا العرب نعرفكم ريت، لا يسيبوا الوذنين، لا يسيبوا العينين، لا يسيبوا الراس، لا يسيبوا الكرعين، حتى الجلد مش ياكلوه يا رسول الله. وكنت تقول له خرج الثلث، زكي الثلث، اقصى يقول لك لا، وكيفاش اخرج وكيفاش ثلث. والله نايم الحق بصراحه، مش اكذب عليك، كان نعطي لحمه نموت شري الثلث. والله كانت تخرج فرصه الواحد باش يمشمش. شبيك يا معلم راهو؟ شيء غريب فيكم. كيلو حطوه في السير لايام 27، ما نسخاب رخيص، انا حطه من مخه نعمل عجه، ما نسيب شيء في العلوش، كل شيء نلوثه. باي باي. باهي يا سيدي. طبعا عندك هذا اما حاسه ماهوش هو. مش بيه. مش بيه انا عارف شو. راسه كأنه ديفورمي شوي. ديفورمي؟ معوج، راسه معوج. عجب. طيب جا محمد يا رسول الله. هذا ديفورمي ديجي هذا راسه، انا احكيك راسه تحسها ديفورمي شوي. عجب، وانا ديفورمي هذا ديفورمي، وين الديفورمي نتاع مين ديفورمي؟ والله ما معوجين كان انتم العرب كلامكم. هذا ديفورمي، ثبت هذا ديفورمي، ثبت تعلقوا على غلم هكاكا ديفورمي هذاك. هذا زاد باين فيه كان يكح. هذا كيفاش يكح؟ يهديك ربي. هسه مستبرد هك، تطلعش عندها الكورونا برك. هك الكورونا تضرب الغلم، والله ما تسكم كان انتم العرب بالكورونا. يا ديتيش تعمل التغريد متاعك هذا كل على علوش العين، ما غربونا فيه اللحم ولا شبيه، ما نجيب لك في اللحم، ما تاكلي فيها، وانت تعيد مش تعملي لنا الدابه اليوم. كني حومه كامله، الجيران الكل يجروا على العيد كانت يا زهر، بارك على الرحم. والله لا ترب. على الزرب على الزرب. والله لا تربك يا ربا، ولا تربى على اللوشه، ولا تخلص لك وحل اللي جابهولي. ما عجبكش تو. قول يا اخي شبيك انت شبيك؟ ها؟ ماكش مسلم، ماكش مسلم، تعرفش ربي، كافر، ما تعرفش علوش العيد، لازم في الاسلام. اي لازم علوش العيد في الاسلام، وانت خويتي الاسلام جاك كان على عينك العورة، جاك كان على العلوش، ها؟ 4 سنين ما ريتيهاش، ومنين عندي؟ نمشي نسرق. نمشي نسرق. لو عنسي ربي يطيح فيك ان شاء الله. مسلم راك مسلم. ايه؟ الشرع قال لك 4. اسكت على راحتك، اسكت هذاك هو لو كان عنسي. شفت كان جات حاجة أخرى، كان جات حاجة أخرى راك خدمت فيها مخك. راه مخه في ساعة خدم وراه الفلوس خلاك. والله شيء زهر والله لا عندي. أماني باش نعيط في العيد ما تعيطش يا زهر. حاجة أخرى والله كان جاي عندي أنا بخيل عليه. والله ما نمشيش نسرق يا رسول الله. هاتوا ناخذ 2 كيلو لحم وهاتوا ناكلوا نمشوا. اسمعني فضيحة. اسمعني نقولك ناي. العيد هذا ما تجيبش علوش، ما خليت لك الدار واسعه ولا عريضه، ما نمشي لدار ما نعيش في الدار. ضحك علينا خلق ربي. ها تو العباد شو يقولوا؟ ما يقولوش علوش العيد، يقولوا هاني هجت من دارها. يهديك ربي يا زاو، يهديك ربي. عيد ويتعدى، تو ناخذ 2 كيلو وتو نعملوا مشوى ونشوى كل عبيد تما نهار ويتعدى. لا دبر على روحك، ما يهمنيش فيك. ني نعيط كي الناس يا رسول الله. تو انت عبد، انت عبد. نهار كنت تشكى ما عنديش هذاك الصر نتاعي نمشوه الناس صهري نمشوه طايحة براش الحتيته في برويته يتلم على القروده نهار كل يعيط من الفلس حتيته هكا. زيدي سمعي لك كلام عاد هنا الوان بعد فهم. هاي الحين هاي كروم هاي الحين هاي كروم هاي الحين خليك